لو احنا مثلا بنقول عندنا وجع في الاعصاب بتاعتنا وخدنا حقنة فيتامين بي 12، طب نستطيع ان نحل المشكلة بتاعتنا بشكل سريع. فحقنة الله يجزيك الخير يا رب. فيتامين بي 12، خليه يعمل تحليل فيتامين بي 12 علشان نتأكد ان هو نشوف النسبة اللي موجودة عنده قد ايه بالظبط، علشان يعني نستطيع ان احنا نحل، يعني نمشي على جرعة ثابتة على حسب نسبة الفيتامين بي 12 الموجودة عنده بالظبط. الله يجزيك الخير يا رب.